مسجد الفتح يطالبون، مسجد الفتح في رمسيس، الأهالي يطالبون بإعادة فتحه لأنه يستغل استغلالا سيئا. يعني هذا المسجد حاولت جماعة الإخوان اختطافه وتوظيفه سياسيا، لكن الناس بتقول أنه إغلاقه كمان أدى إلى استخدامه بشكل أسوأ، بيستخدم الآن في تخزين مخدرات وفي بعض الأعمال التي لا تليق بالمسجد. تخيلوا، هنا لابد أن يتدخل الجميع عشان نشوف كيف يمكن أن نتعامل مع مسجد الفتح في رمسيس. سبب التجاهنا ليكم ان الاسبوع اللي فات عامل من عمال المسجد بيستنجد بيا ان في واحد واحده نايمين مع بعض، بس نايمين نوم عادي، مش نايمين للامانه، نايمين نوم عادي، وده بلطجي. رحت جبت له اسم الازبكيه، مباحث اسم الازبكيه، طردته من هنا وما قرراش يعني. لقينا حقن، ده دليل على ان الناس بتاخد ماكس فيها، ولقينا بول، البياعين بيسرقوا تيار كهربائي من المسجد. بطالب الاواف حضرتك اذا ما كانوش هيفتحوا المسجد يحطوا لنا شركه حراسه، وما يرضيش ربنا ان الجامع سنه وشهر مقفول. من نقطه شرطه بالجهود الذاتيه مكلفانا 30,000 جنيه، وطلبنا من الشرطه تيجي تستلمها لما الاحداث اللي هي حصلت في جامع الفتح من سنه وشهر، كانت الشرطة جت استلمتها. حضرتك البيبان دلوقتي لو زي ما صورت حضرتك هتلاقيها مغلقة، البياعين قافلينها وحاطين عليها البضاعة بتاعتهم، ما فيش حد يعرف يدخل ولا يخرج. دعفور واقف هنا بقالي 5 سنين، وسعادتك دلوقتي ساعة ما حصل الثورة وحصل الكلام ده، فاهم انت، دخلنا الحاجة هنا طول عمري، بالك الحاجة هنا على جنب بعد المباشرة الطبار، عشان ما تفكرش ان انا بلطجي ولا بتاع. انا اعتبر هنا انا غفير المكان وحارس المكان ومنع اي تسول يخش هنا. دلوقتي حصل ساعه الضرب الكلام ده، ومن يوميها حصل القلق. وسعادتك جه واحد هنا كان من الاشقياء لسه خارج من السجن بقاله بتاع شهر ولا اسبوع، فكان جايب هنا واحده، فكلمنا الناس بتاعه الجامع. المشاكل هنا اللي في الجامع ان لازم الجامع يتفتح على سبيل ان الصيع والبلطجيه حاوين الجامع، لان كان في هنا من قيمه 3 أيام أو 4 أيام واحد ونايم مع مراته طبعا قدام باب الجامع، وده طبعا غلط. طبعا لازم وزارة الأوقاف يعني ترد على هذا الكلام المتعلق بأنه نعم مسجد الفتح استخدم استخداما سيئا، سواء في تخزين الأسلحة، سواء في التوظيف السياسي، سواء في الإرهاب، وتم حماية هذا المسجد من جماعة الإخوان، لكن لا يمكن أبدا أن أنا أسيبه على الحالة اللي استمعنا إليها من الناس، انه الناس بتسرق منه التيار الكهربائي، بقى بيستخدم لتخزين او للمخدرات، وانه هيستخدم استخدامات سيئه. فين؟ في مسجد. على وزاره الاوقاف ان تتدخل لحل هذه المشكله. وبعدين ما الذي يمنع اعاده افتتاح المسجد؟ ده سؤال مهم جدا. المسجد مش لجماعه الاخوان، وبالتالي هنا لابد للدوله ان تعيد افتتاح